عارف يا حسام؟ عارف؟ يوم ما ابنك أو بنتك يبقوا في بطني أنا هقولك على حاجات كتير قوي، حاجات كتير شفتها في حياتي قبل ما أشوفك. قصدك قبل ما ترجعي لي؟ أنت كنت حكيتي لي كل حاجة عن حياتك زمان. بالظبط بالظبط. أنا خلاص مش عايز أعرف أي حاجة عن اللي فات. كفاية إنك معايا وهتفضلي معايا العمر كله. يوم ما هتتعرضي على النيابة عشان تجديد الحبس هتطلبي من عسكري الحراسة اللي معاكي انك تدخلي الحمام. إلهي ربنا لا يسيئك، محصورة عايزة أخش الحمام. وده وقته؟ عشان خاطري. يلا خلصيني. الله يكرمك. بسرعة. أول ما هتدخلي الحمام هتلاقي ورا الباب نقاب هتلبسيه. هتقوم خناقة كبيرة مالكيش دعوة بيها. يا عم افتح يا عم اتفضل يا عم ولا ايه؟ انت عبيط يا عم ولا ايه؟ يا عم يا عم يا عم. انت بعد ما تغيري هدومك هتخرجي من الحمام هتمشي بمنتهى الثقة. لحد ما تخرجي من النيابة هتلاقي عربية واقفة مستنياكي قدام النيابة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا عسلية. لا 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 مش وقت مش هنا. أنا قلت كده برضو. وانا ممكن اطلب منك طلب؟ تحت امرك. الجو حر قوي قوي بعد شهر. ازازه ميه يعني اي كشك كده يعني واقف عنده نشرب ميه. حاضر من عينيا لك. شكرا. ايه يا صبري؟ عملتوا ايه؟ رحتوا فين؟ لا صبري نزل يا حسام بيه. انا بشكرك قوي قوي على المعروف اللي انت عملته معايا. مش هنساهولك العمر كله. واحسن لك ما تدورش عليا. سلام. نسيت اقول لك حاجه مهمه. انا مش حامل يا عسليه.